اجمل تحيه لكم مشاهدينا الكرام ونقول اهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء الجديد حكم النشره الجويه من التلفزيون الاقتصاديه الاولى اذا الشمال الجزائري يشهد يعيش عبور اضطراب جوي قول نشيط نوعا ما مرفوق بهبوب رياح قويه هبوب رياح قويه حتى طول الشريط الساحلي الجو تبقى مغشاة اي سحب كثيفه ايضا مرتقبه بشمال الصحراء بينما الاجواء تبقى مشمسه تماما بالنسبه لمعظم المدن الصحراويه المتبقيه اذا اضطراب جوي نشيط مرفوق بهبوب رياح قويه اذا حذري بالنسبه لدرجه القصوى هي الاخرى ان شاء الله راح تكون معتدله نوعا ما وين راح مقاييس ما بين 6 درجات و15 درجه على معظم المدن الشماليه تبقى دائما كالعاده منخفضه نوعا ما بالنسبه للمناطق الداخليه بالجنوب الجزائري على ما بين 11 درجه و15 درجه راح تسجلوها ببشار بغردايه حتى بتوغورت وحتى بحاسيم سعود 12 درجة أيضا راح يسجلوها بثمان رصيد وحراره ما بين 14 درجة و15 درجة بالنسبة للخط الرابط ما بين برج باجي مختار وحتى بعين كزام خلال الظاهرة إن شاء الله لا شيء جديد يذكر نبقى دائما تحت الضغط جوي منخفض فعلينا نبقى نسجل دائما هبوب رياح قوية مرفوقة بسحب كثيفة ركامية حتى في تساقط المطرية من حين الى اخر المدن الشماليه وبالخصوص على المناطق الوسطى وحتى الشرقيه سحب ايضا كثيفه مرتقبه بشمال الصحراء والاجواء تبقى صافيه مشمسه تماما بوسط وحتى باقصى جنوب الجزائري مع عبور هذا إيه الاضطراب جوي ارتفاع طفيف بالنسبه لدرجه الحراره ولكن هذا بالنسبه للمناطق الشرقيه سوف لا تتعدى 12 درجه او نقول تم درجته 12 درجه على المدن الداخليه تبقى منخفضه نوعا ما بالنسبه لمرتفع تسمسيل تتيارت سعيده حتى بغريزان بالجنوب الجزائري 24 درجه سجلوها ببشار حتى ببن عباس وتبلبله 25 درجه ايضا بالنسبه لعين صالح وحرم بين 30 درجة و 32 درجة بالنسبة لبرج باجي مختار وحتى بعين قزام أما بالنسبة للملاحة وصل البحرية هذا ريح هذا ريح بوب قوية غربية مرتقبة تقريبا طول الشاطئ ميل تميل في بعض الأحيان إلى الشمالية غربية تقريبا طول الشاطئ رياح قوية بحر مضطرب هائج كثير الهيجان ومارس الملاحه ووصل بحيث تبقى صعبه هذه الايام حتى من طول الشريط الساحلي اذا حذري اخر ورقه نختم بها النشره الجويه هي المعلومات الفلكيه توقيت نسب كالعادة العاصمه وضواحيها ستغرب بالشمس باذن الله 36 دقيقه بعد السادسه توقيت نسب العاصمه وضواحيها فقط الى هنا مشاهدينا الكرام ناتي وياكم الى هذه النشره نقول لكم بقاو معنا وقت باقي البرامج جمعه مباركه للجميع ان شاء الله والى اللقاء